السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. ما تشهده العملية السياسية حاليا من لغة تعنت وفرض الإرادات وسياسة الأمر الواقع، هذا الموضوع ما ينسجم مع المكتسبات الديمقراطية اللي حققها الشعب العراقي بعد زوال نظام الطاغية صدام، ولابد من اتباع سبل الشراكة الحقيقية في استمرار هذا النتاج المتحقق والتعاون في تصحيح المسارات. هذا ما شدد عليه الشيخ دكتور همام حمودي بغية الانتقال بهذه القاعدة السياسية المتينة نحو الفضاءات الخدمية والاقتصادية اللي بان الشارع العراقي يئن من تردي الوضع من هذه القطاعات، ولا بد من الاتفاق نحو صيغة إصلاح حقيقية واحدة تبتعد عن مسارات التفرد بالسلطة. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة، فسيد الحلبوسي رئيس مجلس النواب أعرب عن مخاوف عدم تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين، بالتالي عدم توفير النفقات المالية للدولة أيضا. بالنتيجة البلد صار يتجه إلى شبه حصار مالي بحسب قراءات المتابعين المشهد الحالي، فعدم توفير موازنة إلى هذه اللحظة رغم الحكومة الحالية تستخدم نظام الإنفاق الشهري وفق آخر موازنة للبلد تثير القلق من استمرار غياب الموازنة العامة. أما السجالات السياسية والصراعات اللي اتجهت نحو تعطيل دور البرلمان التشريعي بدورها أثرت بشكل أو بآخر على حياة المواطنين بكل مفاصلها، وأولها تعطيل تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة. إذن مشاهدي الأحبة تفضلوا البقاء ويانا حتى نتابع ملفات الحصاد لهذه الليلة أكثر مما هي عليه الآن. وإذا ما أريد المحافظة على النظام السياسي مع الإيمان بضرورة إصلاح مساراته، فإنه يجب تدارك هذا الخطر اللي تشكله هذه المفاهيم على العملية السياسية، واللجوء إلى طاولة تجمع الشركاء والأضداد. خلونا المشاهدين الأحبة نفتح هذا الموضوع، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميل علي حبيب. بعد أشهر من انغلاق سياسي محكم جمد المضي بخطوات تسمية ما تبقى من الرئاسة، تعود دعوة الحوار مجددا إلى الواجهة، وهذه المرة من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي، الذي شدد في الذكرى 41 لتأسيس المجلس على أهمية العمل وفق القواسم المشتركة مع الأقطاب لفك طلاسم الأزمة الراهنة وصياغة مبادرة جديدة تكون على قدر هذا التحدي القائم والتصلب في المواقف. اتفاق الجميع، مو أنا رأيت بالإصلاح هالشكل، ذاك رأيت بالتصحيح هالشكل، وهذا رأيت مصالح هالشكل، هذا ما صار. لا يمكن إقامة نظام بإرادة واحد أو مجموعة أو فئة أو حزب. نحتاج أن نجلس لنضع تصور لعراق قادم. وكفانا مشغولية في قضايانا السياسية والإعلامية، علينا أن نبحث في قضايانا القدمية والاقتصادية. الترقب لمبادرة تنهي صفحة التصعيد وتكتب السطر الجديد لمرحلة جديدة مشروط بمدى تفاهم الأقطاب السياسية والجلوس إلى طاولة واحدة بدون أي اشتراطات مسبقة بغية استحصال الإجماع الوطني. كسياسيين عليهم أن يجتمعوا تحت طاولة مستديرة ويخرجوا بثمرة إيجابية. هذه الطاقة السلبية التي تمكنت من خلالها الصعود على أكتاف المواطنين هي ما أدت إلا نحو الانحدار ونحو البلد اليوم من سيء إلى أسوأ. فكلنا أمل ونرجو إن شاء الله من الحكومة المقبلة أن تشكل حكومة مستقبلية سريعة جدا لأجل اتخاذ قرار موقف سليم لأجل الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. وأمام احتشاد الجماهير الغفيرة عند مقتربات المنطقة المحصنة وجملة المواقف السياسية الرافضة لمآلات الأحداث الأخيرة، لابد من حلول وسطية تضمن الوصول لخط التسوية السياسية درءا لانسحاب هذه الأزمة نحو الشارع وتأزيم المؤزم. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين السيد إحسان الحكيم عضو الأمانة التنفيذية للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياكم الله سيد إحسان، وكذلك أرحب بالدكتور علي الدفاعي المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياكم الله دكتور علي. أهلا وسهلا. أبدأ مع حضرتك أستاذ إحسان، نتحدث عن ما صدر من بيان عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في ذكرى تأسيسه 41، بالتالي
حسب متابعتنا أنه لاقى ترحيب بين الأوساط السياسية ومراكز التخطيط والبحث الاستراتيجي لما نص عليه من مرتكزات مهمة لربما تكون فيها انفراجة للمرحلة الحالية، كيف تضيء لنا بعض ما ورد في هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة البيان كان حالة طبيعية لمتبنيات المجلس الأعلى. نعم. فالمجلس الأعلى يتبنى الحوار بين الأخوة لحل المشاكل، والكل يعلم أن طريقة الحوار هي أقصر الطرق. نعم. إلى حل هذه المعضلات الموجودة. ما يجمعنا جميعا بالساحة العراقية ومع الأخوة بالتيار الصدري خصوصا أكثر مما يفرقنا، فالمشتركات كثيرة، الظروف التي مرت بها الأحزاب بما فيها المجلس الأعلى والتيار الصدري نفس الظروف، وقدرة تلقى الحلول المناسبة للخروج من الأزمات. فأعتقد أن البيان الذي صدر هو استكمالا لما كان يصدر من المجلس الأعلى للذهاب إلى الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة. طيب دكتور علي، أجدد ترحابي بحضرتك. يعني إذا ما تحدثنا عن بعض تفاصيل البيان وكلمة سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، بالتالي الكثير من الجهات دعت إلى الحوار، ولكن ما الجديد الذي جاء في البيان الذي نص على حوار ولكن بأي آلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك دكتور أحمد، للضيف العزيز أخونا سيد إحسان الحكيم، ولجميع متابعي قناة الأيام. الحقيقة يعني مسيرة مباركة مضمخة بالدماء، شهداء، علماء، شعب عراقي عانى الأمرين، لكنه كان مختارا لكرامته لحريته من خلال مسيرة حافلة بالتضحيات، كان ثمرتها أن يصنع نظاما ديمقراطيا حتى ينتهي من حقبة حكم الفرد، وأن لا يكون للشعب العراقي حرية التعبير وكرامة العيش. بالنتيجة هذا المنجز الكبير الذي كان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي خيمة ومظلة القوى الوطنية والإسلامية في تحقيق هذا المنجز، اليوم المجلس الأعلى في ذكراه 41 أكد من خلال كلمة سماحة الشيخ رئيس المجلس الأعلى ومن خلال البيان أن هذا النظام الديمقراطي الدستوري هو إنجاز لا يقدر بثمن، لأن في مقابله كانت دماء الشهداء والعلماء والأسر والشعب العراقي في تضحيات جليلة وكبيرة. لذلك من اللازم أن يكون اليوم الكل حريص على أن يبقى هذا النظام الديمقراطي الدستوري في مأمن ضمن مسار يحفظ وحدة العراقيين وسلامة مستقبلهم. كيف يكون ذلك؟ من خلال ما ذكر في بيان المجلس الأعلى من آليات أربع وضعها كخارطة الطريق كأسس لكي نخرج من هذه الأزمة، وهي ممكنة إذا ما اجتمع جميع الأخوة، وكما تفضل السيد إحسان أن ما يجمع الإطار التنسيقي، ما يجمع المجلس الأعلى مع الأخوة في التيار الصدري، تأريخ أيضا نشترك معهم فيه من الشهداء، من عوائل العلماء، من التضحيات في مقارعة النظام الدكتاتوري وكذلك المحتل الأمريكي، ثم صناعة النظام العراقي الديمقراطي الجديد. فإذا نحن أمام تحدي كبير، والكل مسؤول أن يحفظ هذا المنجز الكبير لأبناء الشعب العراقي، لأن ثمرته سيكون ليس بيد الأحزاب التي هي بالنتيجة تمثل أبناء الشعب العراقي بحسب الانتخابات، وإنما الشعب العراقي هو تواق إلى أن يكون للنظام الديمقراطي مساحته الحقيقية كي ينهض في مجالات أخرى غير السياسة، في مجال رفاهية الحياة والحياة الحرة الكريمة. فأولى تلك الخطوات والآليات التي وضعها المجلس الأعلى هي أن نبتعد عن التصعيد والخطاب المتشنج ولغة الاتهام والطعن بالآخر، لأن ذلك لا يفتح مجالا بين الأخوة في الاختلاف. في العملية السياسية معلوم أن الاختلافات التقاطعات تحصل، ولكن لا أن تغلق الأبواب ويعلن النفير العام في الشارع وكأنه لا حل للأزمة. لكل أزمة حلها، وحلها يكون من خلال لغة الحوار. لذلك أكد المجلس الأعلى على أن يلتزم الجميع بسلمية التظاهرات والاعتصامات في إطار القانون والدستور، لأن
رمي القانون والدستور وتحشيد الشارع بعيدا عن القانون والدستور سيجعلنا كما حصل بالأمس القريب، تعطيل مؤسسات الدولة، انهيار هيبة الدولة أمام العراقيين أنفسهم، أمام الرأي العام. العراق مهم لكل العالم، الكل الآن يراقب وينتظر ماذا سيفعل العراقيون في دولتهم وفي نظامهم الديمقراطي. لذلك مسؤولية كبيرة أن نلتزم جميعا بسلمية التظاهرات، بالاحتكام إلى القانون والدستور، بأن لا نصعد خطابنا وكأننا نحن أعداء، بل مشتركاتنا أكثر. هذا المطلب الأول دكتور. المطالب الأخرى لو سمحت دكتور علي، المطالب الأخرى يعني تحدث عن 4 مطالب. نعم، المسألة الرابعة قضية الحوار، وقد وضع المجلس الأعلى آلية ورؤية لهذا الحوار، فإما أن نذهب إلى حوار وطني ينتج ميثاقا ملزما للجميع، تجلس جميع الأطراف على طاولة الحوار، وهذا فيه كل الحل. عندما نجلس جميعا ونصل بالمشتركات الموجودة وأن نستعرض التحديات والمخاوف وآلية الوصول إلى الحلول، إذا لم يكن ذلك فممكن أن نذهب إلى الحوارات الثنائية بين طرفي الأزمة. طيب. بأن يفتح الأخوة في التيار الصدري باب الحوار واللقاءات المباشرة لكي نتحاور بشكل مباشر، نشخص يعني مسائل الإصلاح، آليات الإصلاح، المخاوف الموجودة، نرسم معا خارطة الطريق، وهذا أيضا بالإمكان. إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فطرح المجلس الأعلى آلية ثالثة، ألا وهي الاحتكام إلى طرف ثالث يكون طرفا محترما مقبولا عند الجميع. من الممكن أن تكون العشائر الكريمة ذات وجاهة، ذات مقبولية، ذات يعني نفوذ اجتماعي مقبول عند الجميع، ممكن أن تدخل بوساطة وتأخذ دورها. مكاتب المرجعية الدينية العليا ممكن أن تساهم وتدخل في حلحلة المشاكل وتقريب وجهات النظر. طرف آخر يتفق عليه الشركاء. إذن يعني الوسائل متاحة وممكنة، لكن على أن يقبل الطرف الآخر بهذه الآلية، آلية الحوار والاستماع إلى الآخر وليس غلق الأبواب. طيب. أستاذ حسان، لما يتحدث دكتور علي الدفاع عن هذه الآليات الأربعة، خلينا نأخذ إلى جزئية آلية الحوار. يعني حسب مراقبين وصفوا بأن الإطار التنسيقي لا يتصرف بالانفعالية، حافظ على هدوء طيلة الفترة الماضية منذ أن صدر قرار المحكمة بصحة الانتخابات ومشت الأمور على طبيعتها. بالتالي لما يصل الإطار إلى عدم قبول الحوار والمبادرات من التيار، وتأتي دعوة الشيخ حمودي إلى فتح باب الحوار، طيب هل كانت دعوة التوقف عن المبادرات والحوار دعوة انفعالية بالتالي هنالك مسالك أخرى للحوار أم ماذا؟ نعم، الحقيقة كما تعلمون أنه الإطار التنسيقي قدم اعتراض على نتائج الانتخابات، وفي نفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الاتحادية التزم واعترف بالنتائج. على كل جرت الأمور كما جرت، الإطار التنسيقي دائما يدعو إلى الحوار، قد يكون هناك بعض يعني بعض في مرحلة توقف، بعض الرؤية حتى الإطار. نعم. التيار أنه يقدم مبادرات، إحنا بعد ما نستجيب. لا، هي قد تكون، هي تعرف أنت بالسياسة هناك أخذ وبدل، يعني أخذ ورد، فاليوم هي تفاوض، هي طرح رؤى، طرح حلول لرفع مقدار المطالب أو يعني المغانم، الكل معروف يعني دائما هي بتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة ترى الجميع يلقي بدلوه ويطلب يعني مطالب كبيرة ثم تهبط من خلال المناورات. قد يكون هذه سياسة يتبعها الأخوة أنه أنا أطرح أرفض الحوار إلى أن أوصل إلى نتيجة، بس مع ذلك إحنا بالإطار التنسيقي وبالخصوص بالمجلس الأعلى متمسكين بطلب الحوار وإن رفض المقابل. كما ذكر الأستاذ علي، الدكتور علي الدفاع المحترم، هناك عدة رؤى ومشاريع مستقبلية مطروحة على الطاولة للحوار، و
سحب الأخوة إلى طاولة الحوار مثل ما قال العشائر والمرجعية وأيضا بيوت المراجع الآخرين اللي موجودين والوجهاء اللي معروفين اللي لهم تأثير على الطرفين. بالنتيجة احنا مسعانا في الإطار وفي المجلس الأعلى هو منفعة هذه الأمة، يعني أعتقد بالنتيجة المقابل وفي أيضا في أفكار المجلس الأعلى راح يفاجئ بها الجميع بالأيام القادمة. حتى الحوار اللي نعم. تمت الدعوة إليه كانت هنالك حلول بديلة أخرى، يعني هل نعم. هذا نعتبر إدارة توقع بأن التيار سوف لن يقبل بالحوار، وإن لم يقبل بالحوار وذهبنا إلى الاحتكام لدى الطرف الثالث نعم. كما تفضل دكتور الدفاعي، يعني خلينا نأخذ الطرف الثالث، من سيشغل هذه الفجوة؟ إذا تحدثنا عن العشائر فالعشائر أخذ الزمام المبادرة سابقا، ومن هذا المنبر دعا أحد الأخوة الكرام الضيوف قال أنه العشائر يجب أن تأخذ وضعها وتكون هي حمامة السلام بين الإطار والتيار، أيضا ما كانت استجابة. الكتل السياسية لم تصل إلى مسارات حوار. بقي خلي نقارن أستاذ حسان بين ما جرى في كورونا، جائحة كورونا أطاحت بالجميع، جميع الدول. في العراق كان هنالك شعار بأننا نؤمن بالعلم، أخذوا اللقاح يعني التمسك بالتعليمات والتوجيهات عبرنا الجائحة. هسه نقدر نؤمن بالعلم ونروح إلى أصحاب الرأي العلمي من أكاديميين، من مراكز دراسات، يعني مفكرين، ويأخذون زمام المبادرة، قانونيين غير من طبقة العلماء والمثقفين والأكاديميين يأخذون زمام المبادرة، وبالتالي هو هذا شأنهم وكل ما درسوه و يعني عرفوه ودرسوه، لماذا لا يصب في الواقع السياسي العراقي كي يخرج العراق من هذه الأزمة؟ أنا أطمنك وأطمن جميع المشاهدين أنه الحلول قريبة، وهناك مفاجآت إن شاء الله قريبة جدا، ومبادرات سيطلقها المجلس الأعلى من خلال الإطار التنسيقي بالتنسيق مع الأخوة في التيار الصدري، والأمور ليس مغلقة إلى هذه الدرجة، وإنما الاحتكام إلى العقل وإلى الحوار وإلى ونعتقد جازمين بأن الأخوة في التيار الصدري وبالذات سماحة السيد مقتدى الصدر سيستجيب لهذه الدعوات من أجل أمان وطمأنينة الشعب العراقي. طيب دكتور علي، يعني هذه الطمأنة وكان كلام سماحة الشيخ حمودي وعلى ميمنته الحاج هادي العامري الذي دخل بمجال التفاوض وكان له لقاءات متعددة، فتح مسارات للحوار بين الكتل الكردية، الكتل السنية والكتل الإطارية، ولكن عندما وصل إلى الكتلة التيارية توقفت هذه الحوارات. شلون راح نقدر نتجاوز هذه العقبة بهذا الطرح الجديد والمفاجآت التي تحدث عنها الأستاذ حسان؟ طبعا ما ذكرت، وأنا أشكرك على أنه هل ممكن أنه نلجأ إلى نؤمن بالعلم على أقل تقدير. نؤمن بالعلم نعم، يعني حقيقة لا أخفيك من يتابع مسارات هذه الأزمة يعني ببساطة يشخص أن كل ما يجري هو بعيد عن العلم، بعيد عن المنطق، بعيد عن الأعراف في النظم الديمقراطية، لأن في السياسة تحصل مشاكل، تحصل أزمات، تحصل اختلافات، فما هو الحل؟ إلى ماذا يلجؤون؟ الكل يجلس ويتفاهم، يقول عندنا فلان مشكلة حلها كذا، 1 2 3. عجزت الأطراف عن الجلوس إلى طاولة الحوار، وحضرتك تحدثت عن تدخل الاحتكام إلى طرف ثالث. الاحتكام من سيكون بين هذه الكتل؟ من الأقرب لها حتى يحتكمون إليه؟ يعني أساساً لما نطرح طروحة العلم على سبيل المجال حوار الفكر، فيها الكثير من الطروحات الأكاديمية، يعني ماكو طروحة أكاديمية يقدرون أكاديميين ومثقفين ومفكرين يتبنوها وتذوب الجليد؟ نعم، هو الطرف الثالث هذا فد شيء مفتوح لمن يكون يحظى بالاحترام والمقبولية، يعني نحن لا نحصرها بجهة أو جهتين، أي طرف يحظى باحترام ومقبولية عنده كياسة عند جميع الأطراف ممكن أن يساهم ويأخذ دورة في حلحلة هذه المسألة. من هذا الطرف؟ يعني حضرتك أشرت إلى مكاتب المرجعية، وأدري كلام دكتور علي الدفاعي دقيق جدا، يعني ما قلت المرجعية، مكاتب المرجعية، شنو الفرق؟
لا، هي عزيزي دكتور أحمد، أطراف المجتمع العراقي بالإمكان أن نذهب اليوم ونأتي إلى مكاتب المرجعيات المحترمة الموجودة في النجف الأشرف، مكتب المرجع الأعلى، بقية مكاتب المراجع العظام، من الممكن أن يطلب أن يكونوا طرفاً محترماً مقبولاً في أن يساهموا في الجلوس مع أطراف الأزمة ويشخصوا المشاكل ويحددوا لها حلولاً. إذن النقطة الأساس دكتور أحمد، النقطة الأساس هي أنه لنثبت معاً أن للمشكلة حل عبر اعتماد لغة الحوار والتفاهم، هذا هو الأساس. الطرف المقابل إذا كان لا يرضى بالحوارات المباشرة العامة في الفضاء الوطني نقول له حوارات مباشرة ثنائية، فإن لم يرضى بذلك فنقول له حوارات عبر وسيط، وهذه مسألة منطقيا علميا عرفيا معمول بها، وكل الناس عندما يكون هناك مشاكل وأزمات وتشنجات بالإمكان أن يدخل بينهم شخص محترم ليعالج هذه المسألة. القضية دكتور أحمد، لنقول مسألة مهمة هنا، يعني هذه المسألة الأزمة اللي إحنا بيها اليوم، ما هو المعيار لكي نقول يابا هذا صح وهذا خطأ؟ يعني لاحظ عندما تقول المادة الخامسة من الدستور العراقي السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، طيب. هذه كلمة جامعة مانعة. إذن أنت عندما تأتي وتريد أن تلغي السيادة عن القانون وتسحب بساط الشرعية عن الشعب العراقي وتجعل السيادة لرأيك والشرعية لإرادتك، فأنت إلى أين تريد أن تذهب بهذه المسألة؟ لذلك نحن نقول القانون والدستور ضمان للجميع. نحن عندما نحترم ونقدر إرادة الشعب العراقي ونقول هو من يختار، هو من يقرر عبر آلية الانتخابات، هذا نظام ديمقراطي، يعني ليس تفصال عراقي، هذه مسألة كل الأنظمة الديمقراطية في العالم ماشي عليها. طيب. عندما تحصل المشاكل يلجؤون إلى الحوار، يعودون إلى القانون، يذهبون إلى القضاء، هذه هي الآليات الطبيعية والمنطقية. نعم. أستاذ أحسان، متى يصير حوار؟ بالتالي لما أكو مشتركات إذا تحدثنا عنها فالطرفان يتحدثان عن الإصلاح، ولكن الوصول إلى هذا الإصلاح منهم من يرى بأن التفرد بالسلطة هو الطريق كما عبر الشيخ حمودي، ومنهم من يرى بأن التوافق هو طريق الأسلم. كيف نصل إلى استراتيجية وصلنا إلى هذا الإصلاح بتوافق الطرفين أو بإجماع الطرفين؟ ولا لابد من الحوار، شئنا ما بينا لابد من الحوار والوصول إلى نتائج. كيف نصل إلى الحوار؟ هاي لابد أن نبذل جهود، نبذل جهود ولس يعني لا نقف مكتوفي الأيدي. الاتصالات مثل ما ذكر الدكتور عندنا عدة منافذ للاتصال، لابد أن نجد منفذ نصل إلى 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 نقطة معينة ونلتقي بها ونتحاور. أما الجلوس كل من بطرف ودون الحوار هذا مستحيل راح نوصل إلى نتيجة. فالحوار لابد من عنده، ولابد أن نصل في يوم من الأيام وإن شاء الله الأيام القريبة القادمة. ويعني مثل ما أكو أشياء يمكن ما تنذكر بالإعلام، هناك محاولات وهناك اقتراحات من الطرفين. الحوار لم يغلق نهائيا بين الأطراف، سواء يعني ما بين التيار الصدري والإطار، ما بين سماحة السيد مقتدى الصدر وبعض شخصيات الإطار. هناك تواصل مستمر وهناك اقتراحات معينة وتدرس هذه الاقتراحات من قبل الطرفين، وإن شاء الله سنجد طريق لبداية حوار نوصل به إلى بر الأمان. أكد لك أنه لا تزال هناك اتصالات ولم تنقطع نهائيا، يعني قد يجوز بالإعلام تهول أنه الأطراف متباعدة والكل لديها من العقل ما يرجح الطريق الذي يسيرون عليه سواء بالإطار أو بالتيار، والجميع إن شاء الله واصلين إلى نقطة الحوار يعني عاجلا وليس آجلا إن شاء الله. الضواغط الدولية كيف تنظر إليها باختصار دكتور علي لما الاتحاد الأوروبي ينوه أو يلوح بالقوة ويجب أن تكون هنالك حكومة تشكل سريعا وغيرها من الضواغط الدولية، هل ستلعب دورا في تقريب وجهات النظر والحوار الذي تحدث عنه السيد الحكيم؟ أولا، تشكيل الحكومة ومصالح أبناء الشعب العراقي ليست شأنا دوليا. نعم، نحن نفهم ونقدر أنهم يهتمون بالعراق،
لأن العراق قلب العالم، لأنه مرتكز أمن واستقرار المنطقة، هذا نفهمه. ولكن بالنتيجة العراقيون هم أحرص على ذلك، واستراتيجية، تعليقا على سؤالك، استراتيجية الخروج من هذه الأزمة بالعودة إلى مصالح أبناء الشعب العراقي. الكل اليوم على المحك. من يبقى في طول نفس هذه الأزمة ولا يقدم مصالح أبناء الشعب العراقي فيحكم على نفسه اليوم بالعزلة السياسية، بالابتعاد أكثر عن هموم أبناء الشعب العراقي وعن استقرار العراق. نحن اليوم كلنا مطالبون بأن نجد حلاً عاجلاً وسريعاً لهذه الأزمة، ولن يكون هناك حل إلا من خلال الجلوس جميعاً على طاولة الحوار والتفاهم، وترك أسلوب التصعيد والتشنج الإعلامي والسياسي من خلال الالتزام بقواعد الديمقراطية. العراق لكل العراقيين، لا يمكن أن نحكر إرادة جهة ونمنعها لأنه هناك إرادة مخالفة أو تتقاطع معها. الوضع الدولي وضع مهم للعراق، ونحن نفهم ونقدر، والكل يراقب وضعية العراق. العراق مهم في المنطقة، لذلك المسؤولية تتضاعف بأن يجتمع السياسيون عاجلاً، بأن يتفاهموا، بأن يقدموا مصالح أبناء الشعب العراقي. نعم. على بقية الخلافات. ومصالح الشعب العراقي هي ما تسير أعماله اليومية، وهذا ما راح نتناوله في الملف الثاني. أشكرك شكراً جزيلاً دكتور علي الدفاعي، المتحدث باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي، أثريت الحوار وضيفاً كريماً في الأستوديو. تتفضل البقاء معي أستاذ أحسان الحكيم كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، من جديد حياكم الله. بعد عبور أكثر من نصف سنة وما زالت موازنة العام الحالي غير متوفرة، بالمقابل القانون العراقي ما يسمح باستخدام نفس الموازنة لعامين متتاليين. بالنتيجة بداية الشهر الواحد من سنة 2023 راح يعيش العراق والعراقيين حالة غياب الرواتب والمصروفات المالية حسب ما عبر عنها رئيس مجلس النواب العراقي يوم أمس. وراح يكون من المؤكد أن تتأثر أسعار السوق المحلي، فإذا كانت كل هاي المدة وموازنة العام الحالي ما متوفرة، شلون موازنة العام المقبل اللي لازم تكون خلال هاي الأيام يتم التهيئة إلها وإعدادها؟ مشاهدينا الأحبة، نفتح هذا الملف لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. ما يزال قانون الموازنة لعام 2022 مغيبا إلى هذه اللحظة، بالوقت الذي كان جديرا بإعداد وتهيئة الموازنة العامة للسنة المقبلة، لكن الانشغال بالمكاسب السياسية من جانب ومنع البرلمان من عقد جلساته في ظل غياب التوافقات التي من شأنها أن تشكل الحكومة وبدورها تقر الموازنة العامة للبلد من جانب آخر، الأمر الذي حال بين إقرارها بعد انقضاء أكثر من نصف سنة. اتجه بعض خبراء الاقتصاد نحو خيار لابد منه للسنة الحالية من صرف المتعلقات المالية، وهو استخدام ما تبقى من آخر موازنة للبلد وفق القانون، لكن في نهاية كانون الأول يضع الدستور خطوطه الحمراء ليدق جرس الإنذار من العبور إلى سنة 2023 دون موازنة عامة للبلد. وهذا ما تحدث إليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعدم تأمين رواتب المواطنين بعد الموعد المذكور. المواطن يحمل بين أنامله جمرة الصبر لما ينتظر من تشكيل الحكومة وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، ولو لتسيير أموره اليومية قدر الإمكان، بينما يحذر المراقبون من ارتفاع نار الأسعار في السوق المحلي، وبالتالي صعوبة العيش تفاقم أزمات المواطن. فالفراغ التشريعي الذي ولده تعطيل البرلمان وغياب دوره بإقرار القوانين يزيد من احتمالات خطورة عدم تأمين المستحقات المالية والنفقات العامة للبلد، وكذلك ضعف حركة الأسواق، وبالتالي تلقي بتأثيرها على الاقتصاد العام للبلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بالأستاذ أحسان الحكيم، حياكم الله أستاذ أحسان ضيفا كريما. وكذلك ينضم معي ضيفا كريما في الأستوديو الدكتور علي هادي، مستشار غرفة تجارة بغداد، حياكم الله دكتور علي. وسينضم أيضا معي عبر سكايب السيد علي الزبيدي. أستاذ أحسان، نتحدث عن موازنة العام المقبل. صرح السيد الحلبوسي بأنه ماكو رواتب لحد نهاية
شهر 12 من هاي السنة بعد نقفل ونقعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قد يكون هذا التصريح غير دقيق، لأنه قبل فترة كان هناك تصريح آخر لوزير المالية بأن رواتب الموظفين للعام المقبل مؤمنة بالكامل. فكما تعلم شو نزل وزير المالية بعد لا يعني استقال. أعتقد حتى لو استقال يعني أهل مكة أدرى بشعابها. يعني اليوم أنا أسأل وزير المالية عن الأمور المالية ولا أسأله عن الأمور التشريعية. الأمور التشريعية نذهب بها إلى مجلس النواب، والأمور المالية نذهب بها إلى وزير المالية، والأمور النفطية نذهب بها إلى وزير النفط. وزير المالية صرح بأنه رواتب الموظفين مؤمنة وموجودة، وتعرفون أنتم برميل النفط الآن وصل عتبة الماء الدولار، والميزانية الحمد لله يعني فيها من الوفرة المالية ما يؤمن رواتب السنة القادمة بالكامل. فأما موضوع الموازنة فإن شاء الله نأمل أنه يلتئم مجلس النواب الحالي ويبدأ بالاتجاه إلى تشريعاته. وكما تعلمون قبل فترة اجتمعت اللجنة المالية رغم عدم وجود يعني مكانها في مجلس النواب، اجتمعت في مكان آخر وبدأت يعني تفعل نفسها وتأخذ دورها. فأعتقد لا خوف على رواتب الموظفين، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون بها انفراجة لعودة مجلس النواب إلى الانعقاد وتسيير الأمور المالية المتعلقة. وجد ترحب بحضرتك دكتور علي هادي. نتحدث اليوم عن أزمة مالية، هسه دعنا عن الأزمة العالمية ولكن الأزمة على المستوى العراقي. نتذكر العام أنه ما عدنا إقرار للموازنة ولكن ما عدنا وفرة مالية، ورفعنا سعر الدولار، خفضنا رواتب، حرنا سوينا، ولكن هسه عدنا وفرة مالية وما عدنا موازنة لعام 23. ممكن أن يكون الصرف واحد على 12 مثل ما مشينا هاي السنة، وبالتالي وين نريد نوصل بهذه الأزمات الاقتصادية؟ نعم، تحية لجنابك دكتور أحمد العزيز والضيفك الكريم والمشاهدي قناة الأيام. واقعا طبعا أنا استمعت إلى حديث السيد رئيس مجلس النواب حول يعني أنه تعذر الإنفاق في بسبب أنه غياب تشريع الموازنة. واقعا إحنا طبعا في الصرف في حال غياب الموازنة كاقتصاد بصورة عامة كاقتصاديين ننظر نلجأ إلى الدولة، تلجأ إلى الإنفاق حسب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 تحديدا في المادة 13 التي هي تعطي صلاحية الإنفاق للحكومة العراقية بآلية 1 على 12 فما دون، يعني تقدر تصف ما دون 1 على 12 أو 1 على 12 مما صرفه من الموازنة السابقة. هنا مفردة موازنة سابقة أي آخر موازنة مشرعة في مجلس النواب، يعني نذهب إلى موازنة 2021 باعتبار أنه 2022 هي غير مشرعة. فبالتالي حقيقة من يفسر هذه من الموازنة السابقة بأنه ما عندنا لاحقة حتى نعتمد عليها، فالسابقة لمرة واحدة لو المشرع هنا لازم نحتاج نرجع نسأله ما الذي يقصده بالموازنة السابقة؟ نعم دكتور أحمد، هي مفردة الموازنة السابقة التي وردت في قانون الإدارة المالية كما أسلفنا أنه هي آخر موازنة سبقت العام اللي احنا نريد ننفق به، ما به موازنة، آخر موازنة مشرعة سبقته، لكن ما حدد أنه السنة سبقتها بعام. لو كان يعني مفردة أنه موازنة العام السابق هنا حدد هذا الشسمة، ما دام قالت يعني أنه تحدثت مادة 13 أنه آخر الموازنة السابقة، هنا بإمكان الحكومة أن تنفق حول يعني بالاستناد صرف إلى 1 على 12 من آخر موازنة أقرت اللي هي موازنة 2021. فبالتالي حقيقة حديث السيد رئيس مجلس النواب مع جل احترامي لشخصه ووظيفته العامة، لكن هو حديث سياسي ليس بحديث اقتصادي. حقيقة احنا بالاقتصاد كما أسلفنا نلجأ إلى الانفاق إلى آلية 1 على 12، فبالتالي النفقات الرواتب هي مؤمنة في 2022 ما تبقى من 2022 وكذلك عام 2023. السياسة المالية لوزارة المالية تفضل عنها أستاذ إحسان الحكيم بأن هل تبقى ثابتة بوجود الوزير أو باستقالته أو بوجود وزير وكالة نفس السياسة، لو ممكن أنه يعني الوزير بالوكالة يقول لك أنه كان تصريح لوزير سابق؟ لا دكتور أحمد، حقيقة الوزير المستقيل السيد الدكتور علاوي استند إلى القانون، هو ما استند إلى اجتهاد شخصي، هو استند إلى قانون الإدارة المالية. نعم. يعني فبالتالي حتى الوزير الحالي الوزير بالوكالة أيضا سيستند إلى ذات القانون في آلية الإنفاق.
طيب عندنا صار أكثر من خيار أستاذ إحسان، ما مشت الموازنة وكان كبديل أو معادل موضوعي قانون الأمن الغذائي، هسه مشوا بيه جماعة، جماعة ترضوا بالنتيجة، هو كان لسنة واحدة. هل أريد لتمشية قانون الأمن الغذائي الاستفادة من الوفرة المالية؟ أين ستذهب هذه الوفرة المالية حسب مقاسات قانون الأمن الغذائي، وأين ستوزع حسب مقاسات الواحد على 12؟ نعم، قانون الأمن الغذائي يختلف عن الموازنة، ومسألة الواحد على 12 لا تمشي على قانون الأمن الغذائي. قانون الأمن الغذائي مخصص ومبوب وله مجالات صرف معينة، وأعتقد راح يمشي حسب ما أقر من أبواب لصرفها إلى عدة وزارات وعدة جهات ومشاريع وغير ذلك. أما الموازنة لا تختلف الموازنة، نحن ننتظر الموازنة على الرغم من وجود قانون الأمن الغذائي اللي هو جاء نتيجة الوفرة المالية اللي موجودة، وأيضا لرفع معاناة بعض مثل عدهن يقول العرب من تكثر فلوسه لو يتزوج بيها لو يشتري له تفقه والثنين تجيب. هسه احنا صار عندنا وفرة مالية، قمنا نحير وين نوديها سواء قانون أمن الحمد لله لا اشترى تفقه ولا تزوجوا بيها. فالمشاريع ان شاء الله يعني بوجود الرقابة المالية والرقابة الدستورية على ما يصرف من مبالغ ان شاء الله تكون في ابوابها اللي اقرت لها. وهناك الان يعني سمعنا بعض المشاريع بدت يعني يتم الحديث عنها من خلال هذا المشروع، ولكن تبقى الموازنة هي عصب الحياة اليومية للمواطن وللدولة. فإن شاء الله الموازنة تقر، واحتمال هي نفس الموازنة اللي موضوعة تقدم لسنة 23 وتنحل الأزمة بإذن الله. طيب شلون تقر الموازنة دكتور علي وإحنا ما عندنا حكومة حتى تقدم رؤيتها وبرنامجها الحكومي وتقسم الاحتياجات من جديد، وبعدين حتى تروح لمجلس النواب، شلون شكل التداول في مجلس النواب؟ يعني كل هذه جدليات بصراحة مثل السلسلة، قضية مرتبطة بقضية. هسه نعرف بالسياسات الدولية أنه السياسة مرتبطة بالاقتصاد، عندنا بالعراق ربطنا الاقتصاد بالسياسة، وبالتالي يعني راح ننتهي المشيتين لو شلون؟ نعم دكتور أحمد، يعني كما تعلم جنابك الكريم أنه الآن أصبح من المستحيل يعني دستوريا وقانونيا تشريع قانون موازنة، باعتبار أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ولا يسمح لها القانون بإرسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإقرارها. فبالتالي حتى يعني جنابك عندما تحدثت قبل قليل مع ضيفك حول قانون الأمن الغذائي، وأنا التقيت مع حضرتك في شهر رمضان السابق قبل تشريع القانون، يعني قانون الأمن الغذائي هي أوجبتها ضرورة أنه الحكومة العراقية محتاجة تحديدا وزارة التجارة في تمويل السلة الغذائية وغيرها مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، بالتالي حتى وأيضا كذلك مستحقات الطاقة وغيرها من كثير من المتعلقات، فأوجب تشريع هذا القانون. لكن اليوم احنا يعني مع وجود قانون إنفاق 1/12، مع وجود أيضا يعني قانون الأمن الغذائي اللي ينتهي بنهاية السنة المالية الحالية، لكن وجود موازنة ضرورة حقيقة لحياة المواطن، ضروري للتنمية. أيضا جنابك تعرف أنه عندنا احنا ديون في ذمة الدولة العراقية، سواء ديون خارجية أو ديون داخلية، هاي مستحقة السداد، ولا يتم تسديدها إلا هي وخدماتها المقصود بها فوائدها إلا بوجود قانون مشرع، قانون موازنة. يعني فبالتالي عدم وجود قانون يعني موازنة أكيد يعني من ناحية اقتصادية سيضر بالبلد كثيرا. طيب هنا نتحدث أيضا أستاذ إحسان عن هذه الجدلية، لما ما عندنا حكومة نرجع لمربع السياسة وخانة السياسة، ايش وقت راح تقر موازنة واحنا اصلا ما عندنا برنامج حكومي نمشي عليه؟ حققنا فقط الخطوة الاولى انه بانتخاب مجلس نواب، لحد الان الجانب التنفيذي لا رئاسة جمهورية ولا رئاسة وزراء. احنا دائما نتحدث يعني بالجانب المفرح، يعني ما نروح للجانب المظلم، الجانب المضيء. ان شاء الله احنا نقول الأيام القريبة القادمة إن شاء الله تنفرج الأزمة، ولابد أن تنفرج، ونتيجتها راح يكون تشكيل الحكومة. أول واجبات هذه الحكومة هي إقرار الميزانية والدفع بعجلة التنمية والأمور الأخرى نحو الأمام. مثل ما ذكرنا وذكر الأستاذ، إحنا الآن
لدينا من الوفرة المالية ما يغطي الميزانية القادمة، وأيضا قد يغطي أيضا الديون المترتبة على الحكومة. ضمن رؤية المجلس الأعلى ورؤية سماحة الشيخ خمام حمودي، طرح قبل فترة من بدأت تصاعد أسعار النفط، طرح مسألة الصناديق الاستثمارية. إحنا البلد بحاجة إلى صناديق سيادية استثمارية. هذه السنة أكو وفرة مالية، قد يكون السنة القادمة لا توجد وفرة مالية. وأيضا سلعة النفط هي سلعة متذبذبة، فلا بد وأن يكون توجه الحكومات القادمة والبرلمان القادم بتشريع صناديق سيادية للحفاظ على الثروة العراقية، وأيضا لطمأنة الأجيال القادمة أن هناك وفرة كما موجود في الكويت والإمارات وبعض الدول وكثير من دول العالم. قد يتجاوز 50 دولة بالعالم لديها صناديق سيادية محفوظة للأجيال القادمة. فأيضا أوجه دعوة من خلال قناة الأيام الكريمة لكل السياسيين العراقيين، كل أعضاء البرلمان المتصدين للعملية، أنه يكون هناك توجه لمسألة الصناديق السيادية لحفظ الأجيال القادمة. طيب دكتور علي، في حال أنه مشت الأمور السياسية على ما يرام وتشكلت حكومة، والحكومة هسه إذا كانت من الإطار فشعارهم أنه حكومة خدمات، بالتالي خدمات راح يستفيد منها المواطن العراقي بالدرجة الأساس. هسه إذا كانت من تحتية ومشاريع هذا بحث، وإذا كانت لجيب المواطن العراقي ما كفاية أنه أعطى المواطن العراقي من رفع سعر صرف، الأزمة المالية الخانقة، تأخر الرواتب وغيرها. اليوم ما تتصور حسب وجهة نظر حضرتك أنه شوي نرفع رواتب المتقاعدين، رواتب الموظفين، السلم الوظيفي بحاجة إلى تعديل، هذه الأمور اللي لصيقة بتمشية الحياة اليومية للمواطن العراقي، مدى فاعليتها في لو حال نظمت في أو انضمت في البرنامج الحكومي؟ نعم دكتور، يعني الحكومة القادمة أيا كان الطرف السياسي الراعي لها لابد أن تنظر في بناء سياسات حقيقية. يعني احنا اليوم العراق وعلى مدار يعني 19 عام هو لا يمتلك، يعني لا يمتلك حياة اقتصادية من الأساس، إنما يمتلك حركة مالية حقيقة، يعني هي ما موظفة في سياسات، ما موظفة في برامج. يعني حتى قضية مسألة الرواتب وغيرها، مع يعني علم الجميع أنه اليوم رواتب الموظفين، رواتب المتقاعدين، حماية اجتماعية هي لا تغطي متطلباتهم، لكن الحكومة القادمة ما تنظر فقط لتضخيم القطاع العام، يجب أن تنظر إلى يعني بداية الصناعة وبداية خلق القطاع خاص، قطاع خاص حقيقي وليس قطاع خاص وهمي، قطاع خاص يعني قطاع خاص قوي، بالتالي يستوعب هذه البطالة، يقلل من فجوة الفقر، وفي نفس الوقت يدعم الاقتصاد، يعني يمول الاقتصاد العراقي، يمول الاقتصاد الدولة. هذا يعني مرمي على عاتق الحكومة القادمة كما أسلفت أيا كان طرف السياسي الراعي لها، لكن هي أمام تحدي كبير في بناء سياسات اقتصادية ناجعة وعلى الطريق الصحيح. صحيح حقيقة احنا عندما نبني يعني اي دولة عندما تبدا ببناء يعني سياسة اقتصادية من الركام، حياة اقتصادية احنا كما اسلفنا انه ركام، ما عندنا حياة اقتصادية، فبالتالي يقينا المجتمع راح يدفع هذه الضريبة، والطبقات الهشة اقتصاديا، الطبقات الضعيفة هي راح تدفع، راح يقع على كاهل يعني كاهلها العبء الاكبر. يعني لكن لابد ان تشرع الحكومه في بناء سياسات صحيحه، وفي نفس الوقت حقيقه لابد ان تنظر الى السياسات الخاطئه، يعني كما سياسه الورقه البيضاء وغيرها، اللي مع الاسف انه استقال وزيرها وما يعني ما طلع بتصريح انه وين وصلت الورقه البيضاء، شنو نتائج الورقه البيضاء، هل لامس المواطن ايجابياتها؟ على العكس، يعني المواطن فقط سلبيات، احنا ما شفنا من الورقه البيضاء سوى رفع سعر الصرف، يعني وبالتالي المواطن يعني محدود الدخل ومعدوم الدخل هو اللي دفع ضريبته. هذه السياسات الخاطئه اللي ارتكبها بعض الوزراء، اقول حقيقه يعني ما احمل حقيقه كل الحكومه العراقيه، لكن هناك وزراء عملوا باجتهادات شخصيه يعني وكانوا مدعومين من غطاء سياسي من جهات معينه، لكن على الحكومه القادمه ان يعني تنظر الى هذه السياسات الخاطئه وتحاول ان تصححها، وفي نفس الوقت تخلق سياسات ناجعه يلامس واقعها المواطن. هي سياسه تابعه للاقتصاد وهو يخطط لها، ام ان الاقتصاد اصبح هو تابع للسياسه وتفصل على مقاسات سياسيه دكتور؟
مع الأسف أقول إنه الاقتصاد اليوم أصبح يعني مقسم على كانتونات سياسية، يعني على اليوم الحزب الذي يتبوى يعني عضو منه الوزارة الفلانية، وكأنما يصبح باللغة العامية هو الملاش مال هذه الوزارة حقيقة، ويحمل وفق اجتهادات الشخصية هذا الحزب، ما يعمل بمنظور دولة. الوزير الذي أنا شلون أقدم وزير ناجح يعمل بمسؤولية كمسؤول وصاحب قرار، وبالتالي هو راح يبيض وجهي كحزب أنا قدمت هذا يخدم به المجتمع. يعني هذه النظرية يجب أن حقيقة نغادرها، أن الوزير المحسوب على الحزب الفلاني ويعمل للحزب الفلاني. لا، الوزير يجب أن يكون يعمل للدولة العراقية ويعمل بفكر ناضج وبفكر خارج الصندوق يفكر. طيب أستاذ أحسان، في سؤال أخير لحضرتك. لما تحدثنا في المحور الأول عن إيماننا بالعلم، بأنه المتخصصين بالعلوم السياسية والقانون والقانون الدستوري يقدمون مبادرة لحل الأزمة، طيب أيضا بالاقتصاد من باب أولى أن نؤمن بالعلم وتقدم أكيد نظرة اقتصادية، وعندنا علماء بالاقتصاد والسياسات المالية العراقية والدولية حتى نستثمر هاي الوفرة ونفيد شعبنا، وبالتالي أنه الحكومة يجب أن تفصل برنامجها وفق ما يقترح الخبراء، لو شو نشوف حضرتك؟ بالتأكيد يعني إحنا الآن بالعراق اقتصادنا اقتصاد ريعي، نعم، اعتمادا الرئيسي على النفط، وللأسف الاعتماد على مادة واحدة في البلد هذه كارثة، لأنه الآن أي أزمة ينزل سعر النفط انتهت، فالنتيجة على الاقتصاديين على العلماء، والحمد لله العراق يمتلك من الطاقات البشرية العلمية ما يضاهي بلدان العالم. اذهب إلى دول الأوروبية، إلى أمريكا، إلى أي دولة بالعالم، راح تلقى العراقي متبوء أعلى المناصب. للأسف مغنية الحي لا تطرب، يعني العلماء العراقيين يقدرون ويحترمون وتؤخذ باستشاراتهم في جميع دول العالم، وقد يكون هنا شوية يجدون صعوبة. على كل هناك عدة منافذ، دعم القطاع الخاص، دعم الصناعة الوطنية، دعم الزراعة، فتح أبواب ومنافذ أخرى غير النفط، تعضيد الإيرادات المالية للدولة، هذه كلها الصب في توجيه دفة الاقتصاد والمسير باقتصادنا إلى مرحلة متقدمة. احنا أيضا طرحنا في المجلس الأعلى وعلى لسان سماحة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى صنع في العراق. الآن البضاعة المصنوعة بالعراق لها منافس شديد من خلال الاستيراد من خارج العراق. أعتقد على الحكومات القادمة أن تدعم الصناعة العراقية، وذلك أولا راح أوفر فرص عمل، عملة تبقى داخل البلد، اقتصاد يقوى. فهناك الكثير من الأساليب والرؤى لتعضيد وتنشيط الاقتصاد العراقي، وأعتقد إحنا ما نختلف عن باقي الدول اللي نهضت يعني 20-30 سنة. روح شوف ماليزيا، شوف دول شرق آسيا، رواندا من المجاعة إلى الريادة في 20 سنة. فإحنا أعتقد بالإمكان بالدول المتقدمة، بالعقول الموجودة عندنا بالعراق، أعتقد عندنا الفرصة الكبيرة أن نكون من الدول على الأقل النامية وليس المتقدمة جدا. أشكرك شكرا جزيلا سيد حسان الحكيم، عضو الإدارة الأمانة التنفيذية المجلس الأعلى الإسلام العراقي، أثريت الحوار في الملفين. الشكر كثير لحضرتك الدكتور علي هادي، مستشار غرفة تجارة بغداد، أثريت الحوار في هذه المداخلات الاقتصادية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.